طيب اخد اتصال من نرمين. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا استاذه اهلا دعاء؟ وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا عندي سؤال بس ملوش علاقه بموضوع قولي قولي الحلقه. سؤالك، اي سؤال. طيب انا عايزه اسال، هي الست لما تكون متجوزه زوجها في الحياه الدنيا يعني اللي احنا عايشين فيها دي، وعايشه معاه صبره عشان الولاد، هل في الاخره ان شاء الله في الجنه هتتجوزه هو برضه، ولا ممكن تشوف يا بقى واحد بنتي ورا تاني، او ورا ما كتير تقابلوش قوي. خالص والدنيا يبقى وضعها ايه يعني؟ انت عايزه ولا مش عايزه؟ بيقول لك وانت ورا ورا، سيبيه بقى. لا والله ده هو اللي ياخد ورايا نفسه. ورايا. عايزه اعرف يعني ممكن ما تقابلوش لو هم عايشين مع بعض بالغصب، مش بالغصب يعني، علشان خاطر ظروف معينه، عشان خاطر الولاد، عشان خاطر اي ظروف في الدنيا يعني، بس ما فيش وفق قوي. طيب لما في ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا في الجنه، يعني وضعنا ايه بقى؟ كل واحد يشوف في حاله، ولا برضه لازم شوفي نبقى مع حالك بعض؟ بقى. طيب حاضر. نرمين بتقول لك هتقابل جوزها في الجنة والله ولا ربنا ديها أمور سبحانه، ما نشغلش بالنا بيها، ولا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جبر بخاطر الناس جميعا، لم يترك لهم شاردة ولا واردة إلا وتحدث فيها، زي ما ربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربنا سبحانه بيقول إن يوم القيامة لما الناس تخش الجنة، فهيبقى المتعة اللي عند الزوج أو عند الأب إن أولاده يبقوا في حضنه كمان هناك في دي الجنة. في القرآن؟ ازاي ما بقى؟ انا هقولها لك اهو. فيبقى دي متعته، متعته ولذته في الدنيا، ان يبقى فهو يبقى في درجه عاليه واولاده في درجه دنيا، فما ينفعش يطلعوا لبعض. فيقول ربنا يحط قانون كده في الدنيا ويقول لهم خلي بالكم القانون ده هيستخدم لما تخش الجنه، لو انت دخلت في درجه اعلى وعيالك اقل هطلعهم لك، ولو عيالك اعلى وانت اقل هطلعك ليهم. قال سبحانه: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم، الحقنا بهم ذريتهم. الله. الحق ادي قانون اسمه الالحاق بقى، انك تلحق ده بده. فشوف القران بيقول ايه، ده في الجنه في الجنه يعني التفسير. واتبعتهم ذريتهم في الحياه الدنيا، فيجي بقى في الاخره الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. يعني ايه التناهم؟ يعني ما نقصناش من عملهم من حاجه، يعني اللي هو كان فوق اللي هو كان تحت وهيطلع لفوق ما نقصناهوش حاجه. هي اسف، اللي هو اللي فوق وولاده هيطلعوا له ما نقصناش حاجه، لان هو درجتهم تحت مش فوق. ما التناهم، ما نقصناهم من شيء. فكان هذا يعني هنرفعهم مش هنقللهم. مش هننزل اللي فوق لتحت لا، يعني. مش هننزل، ما التناهم مش هننقصهم. فشوف القران الكريم هو بيوضح الحته دي، فبيقول الحكايه دي، فبيقول حتى الانسان لما يموت ويروح في الاخره في الجنه، لو كان في درجه تختلف عنه درجه زوجته، وزوجه الرجل من البشر افضل عنده من زوجاته من الحور العين، لان مساله مختلفه. هناك ما فيش شهوه، يعني هناك موضوع مش موضوع شهواني او موضوع نفسي او دي جميله ودي مش جميلة. مفيش كلام ده. الجنه ما فيهاش القصص دي خالص ولا الكلام ده. الجنه فيها لون من الوان المتع، المتع العقليه، مش المتع اللي هي غير عقليه. بصي، هنا عندنا في الحياه الدنيا لما يحصل التقاء ما بين رجل وامراه او شاب وفتاه مثلا في سن المراهقه، ويحصل بينهم مشاعر، المشاعر دي لا حدود لها، ليس لها توقف، يعني ما توصلش لحد معين ولا تتوقف عند حد معين، وتزداد 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 وتكبر لدرجه ان بتخلي الاثنين اللي بيحبوا بعض قوي ما بيتجوزوش بعض وبيسيبوا بعض من اول الامر، بيتخلقوا على بعض وبيتخانقوا مع بعض من كتر الايه؟ اشتبهوا ببعض، اختلط بعضهم ببعض، فصاروا كانهم شخص واحد الاثنين، فالاقطاب المتشابهه بتتنافر. فده اللي حصل. لا، في الجنه بقى مش كده، الجنه الحته دي مش موضوع، عشان كده ربنا قال في القران: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يعني شوف النص، يعني القرآن اخوانا دي يعني الراجل والست هيبقوا اخوانا؟ لا يعني لا اخوانا يعني في ما بينهم موده وصله وكذا، وان الموضوع يبقى يعني القران عايز يقول ان يعني في التزام، حتى اخوك في الايمان اللي هو ما ولدتش امك ولا امك ولدي ولا ام والدتك ولا حصل رضاع بينكم، هتبقوا برضو اخوان في الايمان، يعني على سر على متقابل، سر متقابلين ونزعنا ما ب... خلاص ما فيش غل اللي بقى، لا مفيش لا تنافس، مفيش، هو خلي بالك هو الصفات مختلفة خالص، لا كل حاجة بالظبط كده. مختلفة تماما عن الدنيا. بس انا يعني انا فانا قصدي ارد على الاخت الكريمة ان الزوجة لو راح، وهذا لا واحدة مش طايقة جوزها خلاص ما مش مش هتشوف. هتوصل له، ما هم اللي مش طايقين بعض في الدنيا دول عندهم نقص، واحد من الاثنين عنده نقص في الايمان، فمستحيل الاثنين يبقوا في منزلة واحدة في الاخرة ولا حتى في منازل متعددة، عشان بس نبقى عارفين. يعني ايه؟ ما هم اصل ما ينفعش يحصل هذا النوع من الكراهية
الحميه او البغض الذي يؤدي لهذا الامر. فاذا وصل هذا البغض يبقى في تنافر، هذا التنافر معناه ان هناك عجز او نقص في ميزان احد الشخصين، واحد من الاثنين الايمانيات عنده مش مظبوطه، الحقوق عنده مش منضبطه، دنيته مش مظبوطه، لان علامه ايمان العبد اعطائه للحقوق كامله. فاذا انتقص العبد من الحق الذي فرضه الله عليه فهذا مفاده ان هذا نقص من الايمان، يعني ده يبقى اكيد في نقص، في تقصير، في كذا.